أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن آخر إحصائيات عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 60 على التوالي سجلت استشهاد 16,248 مواطنا فلسطينيا. أضافت الوزيرة استشهاد مواطنا في 260 محافظة في الضفة الغربية فضلا عن جرح نحو 40,000 فلسطيني، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. كما أوضحت الوزيرة الفلسطينية أن 20 مستشفى لا تزال خارج الخدمة، مؤكدة أن نسبة الإشغال في مستشفيات جنوب قطاع غزة بلغت حتى الآن أكثر من 210%، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.